حياكم الله من جديد مشاهدينا ومتواصلين وياكم. فقرتنا الحين مختلفة مميزة يعني حلوة. أكيد لأن أنت يعني لك مو بأنا أنت وارتباط في هذا الجانب. حليب النوق مشاهدينا الكرام هذا الغذاء الرئيسي للبدو والحضر سواء يعني في السابق أم الآن. طبعا يعني هو مرتبط في البداوة لأنه مرتبط في النوق والجمال وغيره منذ أجيال. فوائده الصحية معروفة منذ القدم. نعم مشاهدينا، بعد أن نجحت فكرة صناعة أول شوكولاتة من نوعها بحليب النوق ووصولها إلى العالمية قبل عدة سنوات، ها هو مشروع شبابي جديد يستخدم حليب النوق في بعض المشروبات كالقهوة والشاي والعصائر بديلا عن الحليب البقري. مشاهدينا، مقهى كافيه توغو هو أول مقهى إماراتي بل وفي العالم يقدم الآن مشروبات القهوة الممزوجة بحليب النوق. ومؤخرا أطلقت علامة كاميلوس الجديدة الخاصة بمنتجات حليب النوق. عن هذا المشروع وأهميته ومدى الإقبال على منتجات حليب النوق معنا رجل الأعمال جاسم البستكي مؤسس سلسلة مقاهي كافيه2go ومؤسس ومدير عام مشروع كاميلوس. حياك الله. مرحبا، مساك الله بالخير. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. طبعا فكرة المشروع ملفتة، وربما يعني اللي تابع المقدمة ويانا أخوي جاسم يتساءل كيف الجماعة دخلوا حليب النوق في المشروبات وفي الكافيهات وفي غيره. حدثنا عن هذه التجربة. أولا نشكركم على هالاستضافة ومشكورين على تغطيتكم وعلى هالإطراء الجميل اللي طريتوه. الله يسلمك. الله يطول عمرك. حياك الله يا مرحبا. الفكرة طبعا أن الإنسان يكون يتميز ويقدم شيء جديد في عالم صناعة القهوة. صدق. إحنا في بداية الأمر في أول ما فكرنا ننشئ علامة إماراتية ونطلع للعالمية فكرنا أن كيف نطلع للعالمية وكيف نحن هاي العلامة ممكن تطلع وتوصل إلى دول العالم. على قرار في الفترة الأخيرة كل العلامات كانت تينا من برا إلى الدولة. طيب كيف أنا أطلع وكيف أنا ممكن أروج لعلامتي؟ فبالتالي اخترنا التميز، اخترنا طرحنا لمادة غذائية مفيدة ضفناها في المشروبات الساخنة والباردة وجزء من تراثنا. فقلنا هو حليب النوق أفضل خيار أن نمزجه في مشروبات الغذائية. جميل. شيء حلو. أنا قبل أتوجه لسؤالي أوجه أيضا تحية للأفراد الموجودين ويانا هني في الاستوديو، طبعا من طاقم الكافيه موجودين ويانا، حياكم الله. يعني اليوم نحن هني ربما نعرف فائدة حليب النوق، لكن ربما اللي تابعنا مثلا اللي ما جرب حليب النوق ما يعرف فوائده الغذائية والصحية. لو تعرفنا أكثر بأهم فوائد حليب النوق. حليب النوق بشكل عام يعني يكاد يكون في 10 أضعاف حديد من حليب البقر. حليب النوق تقريبا في 3 أضعاف الفيتامين سي. بشكل عام حليب النوق قليل الدسومة، يعني لو تلاحظ اليوم ما ممكن تحصل على سمن من حليب النوق ولا ممكن تحصل على زبدة من حليب النوق لأن دسومته قليلة جدا وما تكاد تكون معدومة فما فيها دسوم. بس الناس تخاف منه، يعني الناس تخاف ليش؟ تقول يعني من قوته ربما احيانا يسبب الاسهال. بالعكس بالعكس لا بالعكس حليب النوق اخف حاجه على المعده. طبعا في شيء يعني لو تلاحظ ناس معتادين يعني يقال وناس جربت وناس كذا، لكن اللي يعتاد عليه ويتعود عليه بالعكس. هي يمكن اول مره، لان بطبيعه الانسان اي شيء جديد يجربه لاول مره وخصوصا اذا شيء قوي يعني مثل ما قلت اضعاف الحديد ممكن ياثر عليه شوي. جربتي؟ هي. اليوم بنجرب كل يوم، خليكم تجربون اليوم ان شاء الله. اكيد اليوم بنجرب ان شاء الله، الله يعين عاد. لكن بشكل عام يعني فائده غذائيه جدا عاليه فيها، ويكفينا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه في البانها وابوالها منافع، وكان هذه وصايه الرسول الصحابه يعني كانوا. فهذا والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ما هو الا وحي يوحى. صحيح، نحن بنجربه، لكن عاد عن مسؤوليتك، باكر عندنا ارتباطات في الشغل ورا باكر حلقه وغيره. لا ما عليك، احنا 9 9 9 وياخذون. جميل. طيب يعني لحد الآن أخوي جاسم شو المشروبات اللي تستخدمون فيها حليب النوق؟ نحن بداية أول ما طرحنا وبدنا نجرب طرحنا في الكابتشينو واللاتيه والموكا، ثم طورناه ودخلناه في العصائر بحيث نقدم عصير ليمون أو عصير البرتقال بمخلوط مع حليب النوق. يعني في نكهة، النكهة تفرق اليوم بين الحليب العادي وبين حليب النوق لما تجرب؟ عموما هو حليب النوق فيها ملوحة، وكان التحدي
عندنا نحن اليوم كيف نقدر نحصل على كابتشينو او لاتيه نعم. بدون ما يعني الطعم يختلف ويكون صح. نفس الطعم صح. فهذا نوع من الخلطه السريه اللي احنا اكتشفناها. اخترنا البن اللي هو البن اللي ممكن يناسب ويتماشى مع حليب النوك. زين الحين انت الحين تقول لي خلطه سريه، الشيف عندنا بنتخبر الشيف، نحن بناخذ سر الخلطه السريه هاي ولا ابو هيدا لازم حاولوا كان يعطيكم الخلطه زين ضروري نبغى نشوف المشروع ايه لان يعني شوفوا المشروع مش بس مميز هو مشوق بعد أكيد. يعني فكره أكيد. مشوقه بنتعرف عليه اكثر من خلال هذا الفاصل مشاهدينا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وتعرفنا من خلال هذا الفاصل على هذا المشروع المتميز. برجع لك اخوي، يعني اليوم كيف كانت ردود الافعال؟ كيف الناس استقبلت فكره حليب النوق؟ خصوصا يعني مثل ما قال لك محمد، الناس دائما تخاف بشكل عام من حليب النوق، فكيف استقبلوها خاصه انك قاعد تدمجها ويا مشروبات عصريه ويعني ياخذونها بشكل كبير؟ هو في البداية كان في تحدي إن كيف أنا ممكن أطرح هذا المنتج وأحصل إقبال من الجمهور بدون ما أني أغير من طعم المنتج نفسه. كان في تحدي. التحدي الكبير أيضا يواجهنا أو تواجهنا إحنا نظرة الناس إن هاي علامة إماراتية ليس علامة جاية من برا. تعرف دائما أي علامة جاية من برا تحصل إقبال عليه صحيح كثير. كان أيضا في تحدي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدمنا المنتج بجودة عالية وحاولنا أن المذاق نفسه يتم هو المذاق. فالإقبال الحمد لله رب العالمين في تزايد، وبشكل شهري أنا ما بين 10-12% نسبة المبيعات قاعدة تزيد عندي ما شاء الله. ففي إقبال جدا جميل الحمد لله. طيب يعني اليوم كذلك جاسم البستكي، احنا أول شيء نهنيك على يعني هذا المشروع، شفنا من خلال فاصل حقيقة يعني شيء جميل ومشوق مش مجاملة صحيح. شفنا حاجة صح. يعني مشرفة مش مرتبطة فقط بحليب النوق حتى صح. في المأكولات اللي تقدمها صح. وقلت لي بعد أنتم مدخلين لحم النوق بس الحليب بالضبط. جميل. اليوم أنت بالنسبة لحليب النوق أطلقت علامة متخصصة نعم. الهدف من هذه العلامة يعني ليش بالذات أنت أطلقت علامة لحليب النوق؟ هل تسعى من خلالها لحاجة معينة؟ بالضبط. هي العلامة بحيث إحنا طرحنا علامة سموها كاميلوس، وهي باللغة الإسبانية معناها الجمل أو الجمال، بحيث تكون هي العلامة الكرتونية وتكون هي الرمز الكرتوني الفكاهي لمنتج وجميع منتجات لحم الإبل وحليب النوق. الفكرة منها أن في خطة تسويقية عندنا أن بننتج نوعا ما من الرسم الكرتوني لهذا المنتج، وبالتالي يعني ياخذ صداها اكثر على المستوى التسويقي. نعم شيء طيب. تكلمنا عن كاميلوس،
كاملتشينو بعد خبرنا عنه. هذا كاملتشينو. يعني الاسم يبدو غريب للمشاهدين وللجميع. عرفنا أكثر يعني شو هو الكاملتشينو وكيف توصلتوا لهذه الفكرة. الكاملتشينو هو عبارة. بس أنا ما بجرب الحين. لا لازم تجربين. الحين لا. لازم تجربين. الريال موجود. خلي محمد يجرب في الأول. لا أنت طريتي لازم تجربينه. أنت جربه في الأول محمد. لما بنرمس عيب نوقف. إيه لا صح. لازم. أنت محمد جرب في الأول. أنا بالعكس أنا يعني أتشرف. تسلم. إني أنا جربه. وعطنا رأيك بكل أمان. هذا الكاملتشينو صح؟ هذا الكاملتشينو. طيب هو يعني مزيج من الكاباتشينو؟ لا لا هو الكاملتشينو عبارة عن حليب نوق مع كوفي اللي هو إكسبرسو نمزجه مع بعض ويطلع الكاباتشينو. هذا هو الكاباتشينو. احنا غيرنا المسمى سميناه كاملتشينو فقط لا أكثر ولا أقل. شو محمد؟ دجال والله لذيذ. لذيذ وفي من المشروب الأصلي يعني شو يختلف؟ ما تحس إنه يفرق. شو يختلف بالعكس مثلا بالعكس عن المشروبات؟ بالعكس أنا حسيته نفسه بالضبط لكن ربما يعني لما تحس إنك أنت أمام البث يعني رجاء أنا أقول بصراحة أنا أقول نفس المشروب الحقيقي الأصلي. نعم. اللي في الواقع. نعم. اللي هو مشروب الكابتشينو لكن ربما لما أنت تحس في داخلك وأنت تشرب إنك تشرب حليب نوق ربما يكون في له مذاق آخر أو حاجة يمكن ممكن. مختلفة. أنا أنصح المشاهدين أن يجربونه فعلًا. تسلم تسلم تسلم. حلو حلو. يعني اليوم أنتم تحاولون أن تبتكرون أشياء جديدة. لكن اليوم كيف تسعون يعني شو خططكم حتى أنكم تنشرون هذا المشروب أو هذه العلامة بشكل عام سواء داخل الدولة أو خارجها؟ نحن خططنا وضعناها في البداية مثل ما ذكرت لك أن نطلع للعالمية. وهذه فكرتنا والله الحمد احنا في خلال المشوار السنه ونص لحد الان وقعنا علامه امتياز في قطر مع مجموعه باتيل وفي ليبيا وفي السعوديه وحاليا في مجموعه من ماليزيا بتاخذ العلامه هناك. فالفكره ان احنا نطلع للعالميه وقدمنا منتج جديد ذو فائده غذائيه افضل مقارنه عن المشروب العادي. صحيح. اخوي جاسم كنت اسالك انا اثناء الفاصل اليوم المقهى هذا موجود في شارع الشيخ زايد. نعم. وموجود كذلك في مكان آخر اللي هو مروج وتانا في المروج وتانا اتجاه مول دبي. أها. نعم. جميل. وعندنا في القرية العالمية وعندنا منطقة محمد بن زايد وحاليا إن شاء الله بنفتح. واللي حاب يتواصل وياك يعني أرقام التواصل موجودة على الشاشة موقع الإلكتروني كذلك رقم الهاتف المباشر. جميل. كذلك عندك نية للتوسع إن شاء الله تخرج خارج إمارة دبي بمشيئة الله. حاليا في عندنا في أبوظبي وفي العين يعني خلال سنة 2013 بنفتح فرعين في أبوظبي وفي العين لأن حسينا الطلب في إقبال كبير من الجمهور هناك خلال صفحتنا الفيسبوك. كذلك ملاحظ بأن يعني هذا المشروع هو عضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. نعم. جميل. اليوم شو اللي استفدت أنت من انتسابك لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب؟ أنا أولا من منبركم هذا أحييهم وأشكرهم على جهدهم بكل أمانة وكل صناديق الدولة حاليا سواء كان صندوق خليفة ولا الرواد الشارقة ولا صندوق الشيخ سعود. يعني هذه مبادرة طيبة من الحكومة لتدعم الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بالأخص يعني قدموا لجميع التسهيلات. نعم. المعنوية والنصح وين ما أحتاج إلى أي دعم حكومي يحتاج شيء هم دائما معنا فكلهم كل الشكر والاحترام. نعم. وأيضا المبادرة لازم تبتدي من الشاب. أكيد. يعني لا تتوقع أن هم كل شيء بيعملوا لك لابد أنت أيضا تبادر تخطي خطوة. الفكرة مميزة مثل هذه أكيد يعني. صحيح بالضبط. جميل. أيضا وقعت مذكرة تفاهم ويا جمعية دبي الخيرية يعني هذه بادرة حلوة. خبرنا شو الدعم اللي بتقدمونه حق جمعية دبي الخيرية؟ هذا جزء من يعني مشاركتنا المجتمعية. أنا أول ما أسست الشركة هذه وضعت في يعني أمام عيني إن لابد نكون لنا مشاركة مجتمعية لابد. نعم. إن إحنا نتميز في هذه الخدمة. نعم. امتثالا يعني ردا جميل لهذا الوطن المعطاء وأيضا يعني لا ننسى فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فوقعنا مذكرة تفاهم مع جمعية دبي الخيرية واللي هي أحد الجمعيات المعتمدة من إمارة دبي. نتبرع نحن ب 5% من مبيعاتنا الى جمعيه دبي الخيريه. نعم. وقف جعلناه وجمعيه. نعم. دبي الخيريه هي يعني بتضع هذا في اي منفذ خيري ترى. صحيح. فنحن الفكره نقول يا مجتمع شاركوا بالعمل الخيري. صحيح. اليوم تشرب الكابتشينو عند كافي تو جو قيمته مثلا 12 درهم ترى 50 فلس ذاهب الى عمل خيري. جميل. فهذه الفكره كانت في ميزان حسناتك ومبادره
غير مسبوقة حقيقة. نتمنى إن شاء الله بأن تعود بالنفع والخير عليك، خصوصا أنك أنت تسعى من خلالها لجانب خيري وجانب مجتمعي. أنا يعني إحنا كنا بنعلن أن حتى يمتثلون باقي المقاهي أو باقي المطاعم أو المؤسسات أو القطاع الخاص. ليس إحنا نريد يعني نعلن عنها من باب الرياء، لكن من باب أن الإنسان يمتثل، من باب الدعوة أيضا، من باب نعم يمتثل. غريب يعني من دار الخير تطلع مثل هاي المبادرات الخيرة. جميل. أنا كنت بسألك كذلك عن التنوع اللي تقدمونه من خلال هذا الكافيه، كذلك بجانب هذا الحليب والمنتجات المرتبطة بحليب بالنوق، تقدمون كذلك جزء آخر مختلف من يعني الوجبات السريعة والسندويتشات وغيرها. نعم. من الأمور. نحن شوف، نحن يوم جينا قلنا بنطرح اليوم حليب النوق أو بنطرح منتج جديد اللي هي عبارة عن علامة كاميلوس. نعم. الفكرة أنه مش فقط مشروبات ساخنة وباردة، لابد يكون عندي قائمة أطعمة ومشروبات متكاملة من حليب النوق. فدخلنا فيها في الآيس كريم، في الجيلاتو، دخلنا في ساندويتش من جبن حليب النوق، دخلنا في المورتديلا، في الفاهيتا، في الهوت دوغ، عندنا حاليا قاعد ندخل في الحلويات، في الترمسو، في الكريم كراميل، بحيث أن يكون المنتج كامل ومتكامل من الإبل، من لبنها الى لحمها. صحيح. نعم. شيء طيب. الايس كريم مرتبط بعد في حليب النوق. ها؟ بالضبط. ما شاء الله. بالضبط. جميل. هو التحدي كله وين محمد؟ نعم. انت اليوم يعني هو في تحدي نوعين. الحليب الابل بشكل عام فيها ملوحه. كيف انت ممكن تكسر هذه الملوحه وتدخلها في السويت؟ هذا اللي احنا تميزنا فيه وقدرنا نحصل عليه. نعم. الشيء الثاني، لحم الابل يعتبر شوي لحم يعني عص ويابس وكذا، كيف انت ممكن تحوله الى مرتديلا، الى هوت دوغ خفيف؟ هذا ايضا كان نوع من الخلطه السريه اللي انت اليوم تاخذها من الشيف. ما شاء الله. قدرنا ان احنا ايضا يعني نفكر رموز. صحيح. وايد حلو. كسبتوا زباين عيل ما شاء الله. صح. ان شاء الله من خلال هاي الحلقه اول زبونه موجوده حاليا. نعم. على يميني. بس اذا نتكلم عن الزباين اليوم، كيف زباين عندك يعني يستقبلون فكرة حليب النوق أو لحم النوق، خصوصا الأجانب؟ يعني نعم. يمكن نحن العرب هي ممكن، لكن الأجانب يعتبر شيء غريب عليهم، صح محمد؟ مع أنهم أكثر ناس يحبون يجربون كل شيء، يجربون كل شيء، بس كبشكل عام يعني شيء غريب عليهم. كيف يتقبلون اليوم؟ أنا بقول لك قصة طويلة العمر. أنا بالصدفة تقابلت مع سائح إيطالي كان عندي في الكوفي شوب، وشفته جاي بيشرب الكابتشينو، وقالت له موظفك انا بقدم لك بحليب النوق. فقال حليب النوق؟ قال نعم. قال سنسميه كامل تشينو. فقال قال السائح الايطالي اني اجربه. جربه وانا كنت موجود، فاخذت بالحديث معه. هذا جابوا لكم اليوم. ما شاء الله. لا انت اليوم ما شاء الله عليك. لا اليوم عشاك عندنا اليوم. فالسائح الايطالي قال لي كلمه، قال لي انا احييك على اللي انت سويته، لان الكابتشينو هو عباره عن مشروب ايطالي. وانت دخلت شكرا شيف، وانت دخلت حليب النوق في مشروب الايطالي. ويوم شربه شاف انه ما يقدر يميزه عن المشروب العادي. فبالعكس الاجانب يحبون الشغلات اللي فيها الفائده الغذائيه. صح. والثقافه موجوده عندهم. صحيح. وبالتالي ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم حتى المجتمع الاماراتي والمجتمع العربي بدا يهتم في المواد الغذائيه. يعني اكيد اكيد. في الختام نحن نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في هذا المشروع، وحابين نعرف خططكم المستقبليه للتوسع في هذا المشروع، او اضافه كذلك بعض العناصر الاخرى على قائمتكم، او من خلال المشروع بشكل عام. تسلم. نحن في الوقت الحالي يعني قاعدين نبذل جهدنا ان نطور هذا المنتج، قاعدين نسوقها لنظهر على مستوى العالم، وحصلنا يعني اقبال كبير، كثيرين من الناس يطلبون الى امتياز العلامة في دولهم مثل ماليزيا، سنغافورة، وحتى في عندنا يعني اقبال من بريطانيا وفي قيد الدراسة. الخطة الموجودة ان ايضا القائمة الأغذية نكبرها، ندخل فيها في مجال الحلويات. جميل. نقدم في مجال المعجنات، ندخل فيه حليب النوب. فالمشروع قائم على اساس يعني قاعدة كبيرة. واليوم وراء هذا المشروع يعني ليس جاسم، فريق عمل متكون من شيف، من إدارة، من فريق. يعني اسمح لي انا يعني تبادر ذهني سؤال واعتبره هذا الاخير كذلك. لا. اليوم انت عندك مزرعه خاصه تمتلك فيها نوق؟ لا نحن طال عمرك لا نحن نشتري الالبان من شركه البان الامارات. ولكن نحن عندنا
طريقتنا في التعامل مع هذا الحليب وايضا البن نفسه اللي هو اللي يعتبر سكرت ريسيبي خلطه السريه مالتنا. واما اللحم لا نشتريها نحن من اللحام. مستقبلا ما فكرت انه يكون لك مزرعه خاصه فيك؟ لا امانه لا يعني ما احب اتوسع. لا ما احب اتوسع خليني وانا الريال حضري لا توهقني يعني. يعطيك العافيه نحن شاكرين وجودك ويعطيك العافيه على هالمجهود في هالمشروع صراحه. كل الشكر لك اخوي جاسم البستكي مؤسس ومدير عام مشروع كاملوس. شكرا جزيلا. موفق ان شاء الله. موفق.